بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. الذين يتخذون من دون الله أولياء الشرقيون والغربيون، أما الشرقيون يتخذون الطبيعة آلهة يقولون لا إله، وأما الغربيون يتخذون المسيح إلها وأم المسيح إلها، وأما صدام والسادات وخالد ومن أشبه فيتخذون أولئك آلهة. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. هل نعلم؟ إذا نعلم هذا الشيء لا نعظم من شأن هؤلاء ولا نقول إنهم أقوياء، إنهم ضعفاء في منطق الله، ونحن نسير على منطق الله ونعتقد بمنطق الله ونعتقد بقرآن الله. بيت العنكبوت أوخن البيوت وأهونها. في هذه الآية تفاصيل لا أريد التعرض لهذه الآية المباركة، بل أريد فقط أن أنوه وأقول بيوت هؤلاء أوهن من بيت العنكبوت لكن لو كانوا يعلمون. يعني يعلموا هذا الشيء إن بيت هؤلاء بيت واهن واهن زائل زائل بالنفخة تزول. الذي نريد أن نقوله هذه الليلة، نتكلم حوله في فصول ثلاثة. الفصل الأول، كيف نتمكن أن نعمل لإسقاط هذا البيت الذي هو أوهن من بيت العنكبوت، وكيف نتمكن من إقامة حكومة إسلامية عالمية ذات 1,000,000,000 مسلم، حكومة واحدة، كيف نتمكن من هذا الشيء حتى نسقط تلك البيوتات الضعيفة الواهنة وتلك العناكب الحقار جدا، والذين هم في الدنيا حقار وفي الآخرة حطب جهنم، حتى نبني بناء شامخا عالميا إسلاميا ذات حكومة واحدة. هذا هو الفصل الأول، وهناك فصل ثان وفصل ثالث. نلخص ونختصر ونجمع ونكون إن شاء الله من جنود هذه الأمور. كيف نتمكن من بناء حكومة 1,000,000,000 مسلم؟ بأمور. الأمر الأول أن نكون في كل بلد إسلامي منظمة، في البحرين منظمة، في العراق منظمة، في باكستان منظمة، في مصر منظمة، في المغرب منظمة، في لبنان منظمة. نكون منظمات، وهذه المنظمات البشرية نكبرها ونكبرها ونكبرها ونلحم بعضها مع بعض وتلتحم بعضها مع بعض حتى تكون نواة صالحة لقيام هذه الحكومة. هذا الأول. الثاني، أن نعطي الوعي لهذه المنظمات وهذه الجماهير، الوعي الإسلامي، الوعي الرسالي، الوعي الحيوي، يعني نفهمهم من أنتم ولماذا خلقتم
ولماذا استعبدتم وكيف تتحررون عن نير الاستعمار الغربي والشرقي والنير عملائهم في هذه المناطق الواسعة الشاسعة، وكيف تسقطون هذه العناكب والتي هم أسوأ من العناكب، لأن العنكبوت لا تعصي الله تعالى ولا تريق دماء الأبرياء، وإنما بقدر قوته تأكل لا أكثر ولا أقل، ولا تؤذي الناس ولا تعرض، فهم أحقر من العنكبوت. وعلى قول الله سبحانه وتعالى إنهم إلا كالأنعام بل هم أغل، يعطيهم هذا الوعي الأول المنظمات، الثاني يعطاهم الوعي الكافي، الثالث تحطيم الحواجز النفسية والخارجية. الحواجز الخارجية هذه الحدود المزيفة، يجب على المسلمين إذا أرادوا أن يسافروا في غير حالة اضطرارية يجعل القاهرة وكراتشي وبمباي وبغداد وطهران وغيرها بلد واحد، كله بلدهم، جواز ما إلى معنى، جواز كذب استعماري اختلقه المستعمرون البريطانيون والروس قبل 90 سنة. في الهند اختلقوه أول ذلك، الروس والبريطانيون معا اختلقوا الجواز حتى يقطعوا البلاد الإسلامية قطعة قطعة. شافوا ما يتمكنون أكل المسلمين ككل، شايفين أحدكم فرد واحد يأكل الدجاجة ككل أو يأكل الخروف ككل، يقطعوا قطعة قطعة ثم يأكلون ويأكلون ويأكلون. فهذه خرافات استعمارية على الحدود الجغرافية، هذه تسمى بالحواجز الخارجية، يجب تحطيمها، ويجب أن نشجع المنظمات الإسلامية على تحطيم هذا الحاجز. طهران بلدك وبغداد بلدك والقاهرة بلدك وطرابلس بلدك ومغرب بلدك والأردن بلدك وكله بلدك، وهؤلاء الواقفون في الحدود نصوص لا أكثر ولا أقل، قطعوا أوصال البلد الواحد لك، فمن الضروري تحطيم هذا الحاجز، تحطيم الحواجز النفسية. الحواجز النفسية يعني شنو؟ لا ينظر العربي إلى العجمي كأجنبي، والكويتي إلى البحريني كأجنبي، والهندي إلى الباكستاني كأجنبي، لا لا أبدا، أمة واحدة، صفوف جماعة، هذا هندي هذا باكستاني هذا عربي هذا تركي هذا لبناني هذا مصري هذا فلسطيني، الحج الصلاة للكل، الصوم للكل، الحج للكل، البيع للكل، الطلاق للكل، النكاح للكل، حسن الأخلاق للكل. ما معنى هذا أجنبي هذا غير أجنبي؟ يجب تحطيم هذا الحاجز في أعماق نفوسنا. أجنبي ما في المسلمين، المسيحيون أجانب هذا صحيح، اليهود أجانب صحيح، المجوس أجانب صحيح، عباد البقر أجانب صحيح، أما المسلمون إخوة شاءوا أم أبوا. المسلم الذي يتصور أنه أفضل من غيره هذا مسلم لا يقبله الإسلام، لا يجري في دم مسلم الدم الأزرق وفي مسلم الدم الأحمر، هما كلهم إخوة، وإنما أفضلهم أتقاهم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا الشيء الثالث. الأمر الرابع، نقاطع كل البضايع الأجنبية، لا نبيعهم ولا نشتري منهم. قالت الرفدع قولا جمعت كل المعاني، لا نراهم ولا يرونا، لا نعمل معهم ولا يعملون معنا، ونبدأ بأنفسنا، وهذا شيء يسير. إني أشتري العباءة المصرية وأنت تشتري النظارة الإيرانية وهو يشتري المكبرة الباكستانية مو الأمريكية مهما كانت راقية أبدا، وحتى إذا اضطررنا يجب أن نركب الحمير مو طائراتهم أبدا، نصنع الطائرات ونركبه، ما عدا طائرات نركب طائرة، نركب الحمير، غير محتاجين إليهم، إنهم ينهبوننا لأننا محتاجون إليهم. ابدأ بنفسك وأبدأ بنفسي، وأي يبدأ هذا بنفسه، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، وهذا شيء كائن، وأنه لا يمكن، وله أدلة وشواهد تاريخية في الإسلام في غير الإسلام، لا أريد التطويل.
إني أعيش مع اقتصادي، اقتصاد الإسلامي أقصد، من طنجة إلى أقاطي إفريقيا. هذا الاقتصاد مالي، ما أقصد أروح للسوق أشوف البضاعة الأجنبية أحسن ما أشتري، أشوف البضاعة الوطنية الإسلامية أقصد مو أحسن أشتري. نقطع أملهم في هذا الشيء حتى لا ينهبوننا. لا لا، الآن نحن في عالم نهب، إذا ما احتجنا إليهم كنا نظراءهم، كما قال علي عليه الصلاة والسلام استغنى عن من شئت تكون نظيرة. هذا الشيء أيضا. الشيء الخامس، أن ندعو كما دعا الأنبياء في أول دعوتهم، وهي دعوة سلمية، أن تكون الدعوة للعالم الإسلامي على التخطيط الواسع دعوة سلام. الأنبياء كانوا يدعون أولا سلاما حتى يتقوون ثم يحاربون، كما فعله رسول الله وكما فعله عيسى، لأن عيسى أيضا حارب. في الأحاديث أن عيسى لما قوي أمره أخذ يحارب اليهود والذين وقفوا ضده تحت لواء هيرودس. أن نجعل أساس دعوتنا السلم، وكما قال غاندي عظيم الهند: تعلمت من الحسين كيف أكون مظلوما فأنتصر. يجب أن نكون مظلومين. هذا هو الشيء الذي بسببه نتمكن من أن ننمي مواهبنا وأفكارنا وشبابنا ومنظماتنا ووعينا، وهذه المنظمات تلتحم بعضها في بعض. وذلك اليوم لا نستجدي من أمريكا أن يعترف، ومن أمريكا حتى تعترف أو لا تعترف، إن جمعية أولئك من تفرقنا، إن سيطرتهم من قلة وعينا، إن غزو روسيا لأفغانستان من بعدنا عن قيمنا. وهذه الآية كاذبة والعياذ بالله. إذا كانت هذه الآية كذبا فنترك كل الأمور. يجب علينا أن نجعل أمرنا على القرآن. الرسول الأعظم قال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أقبلت عليكم الفتن كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن. عليكم بالقرآن يعني شنو؟ يعني بس الصلاة؟ فقط الصوم؟ فقط الخمس؟ فقط الحج؟ فقط صلاة الجماعة؟ أو من جملتها مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء بقوة؟ الإمام الصادق يقول ليلة الإحياء: من قرأ هذه السورة، سورة عنكبوت، فوالله إنه من أهل الجنة. شنو يقصد بهذا؟ يعني بس القراءة؟ لأن في هذه السورة هذه الآية: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوحد البيوت لبيت العنكبوت لو كان يعلمون. أوحد البيوت، أقول كلام أبلغ من هذا حتى يقوله الله؟ لكن يجب أن هذه الآية تدخل في أعماقنا، كما أننا جميعا نؤمن بهذه الآية ونسقط كل الطواغيت بإذن الله تعالى. هذا الفصل الأول من مبحثنا. باختصار، نعمل في الحركة على هذه الأمور الخمسة. الفصل الثاني من مبحثنا أن شكل الدولة الإسلامية الواحدة التي نترقبها في المستقبل، رأسمالية، شيوعية، بعثية، قومية، ديمقراطية غربية، وجودية، كلا كلا. قوام الدولة الإسلامية بثلاثة أشياء. الشيء الأول: انتخابات حرة من أكثرية الأمة، شورى، أمرهم شورى بينهم، شاورهم في الأمر، انتخابات حرة من أكثرية الأمة، أخذا من بنباي وانتهاء إلى أقصى إفريقيا. لازم كلهم يشتركون في انتخابات حرة بأكثرية الآراء. الشيء الثاني: أن يكون القائد الأعلى للدولة الإسلامية هو الفقيه العادل الواعي. فقيه يفهم الإسلام، عادل في كل شؤونه، واعي يعي الأمور، كف يتمكن من القيادة. هذه الشرائط الأربعة للرئيس الأعلى للدولة ذات 1,000,000,000 مسلم. لسيحقق إن شاء الله وسنراه إن شاء الله.
هذا الشرط الثاني للدولة الإسلامية، شكل الدولة الإسلامية المترقبة. الشرط الثالث أن تكون القوانين الموجودة في هذا المكان الشاسع الواسع ذات الألف مليون كله قوانين مستقاة من الأدلة الأربعة: الكتاب والسنة والإجماع والعقل، انتهى كل شيء. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ قوانين بلاد الإسلام يجب أن تكون مستقاة من الكتاب والسنة وإجماع الفقهاء ودليل العقل، لأن الله تعالى جعل العقل أيضا حجة، وفي الأحاديث إن لله تعالى حجتين على الناس: حجة باطنة هي العقل، وحجة ظاهرة هم الأنبياء والرسول وعترته، والكتاب الكريم وسنة الرسول وعترته، هذه هي التي يجب أن تستقى منها الأحكام الإسلامية، أحكام أمريكا، أحكام بلجيكا، أحكام بريطانيا، أحكام فرنسا، أحكام روسيا، اقتصاد ماركس، اجتماعيات كذا، وجودية سارتر، إذن كلها خرافة وكلها أيادي تلك العنكبوت والبيت تلك العنكبوت، يجب كلها أن تسقط. وإني أوصي أصدقائي ونفسي وكل من يسمع كلامي في المستقبل أن لا يعير أهمية للقوانين غير الإسلامية حتى بمقدار ذرة. إذا عرفت القانون غير الإسلامي اظلمه عرض الخائف مهما كان القانون، قانون أمن وقانون خرافات وقوانين ما أدري شنو البغدادي، عقوبات البغدادي، نهازل في بلادنا واقع، يجب علينا أن نحطمها نحن أولا فأولا بأقلامنا بألسنتنا بأقدامنا. شيخ خليفة يحكم دحرين، الشيخ فلان يحكم فلان، عوائل طواغيت مثل طواغيت بني أمية لا أكثر ولا أقل، شراب، قمار، زنا، لواط، فساد، نكب الأموال، زمارين، قمارين، شو عارف الحقيقة؟ كل أغاني، كل رقص، كل الدان، كل فساد، كل خمر، ذنبنا مو ذنبهم، ذنبنا نحن. وما أخذ الله على العلماء، علماء ما يقصد عالم معنم، علماء. وما أخذ الله على الإمام أمير المؤمنين في نهج البلاغة يقول: وما أخذ الله على العلماء ما موصولة منافية، ألا يقاروا على كرة الظالم ولا سغب مظلوم. أول ما يسأل يوم القيامة العلماء: ماذا عملتم؟ وقلنا العالم مو معنى عالم واعظ أو عالم مرجع أو عالم مجتهد، كلهم هؤلاء علماء، وأنتم الذين تعلمون علماء. يسأل العبد يوم القيامة فيقال له: لماذا ما عملت؟ يقول: يا رب ما كنت أعلم. يقال له: هل لا تعلمت؟ الإمام يقول: فهذه هي الحجة البالغة من الله، لماذا ما عملت؟ يقول: ما كنت أعلم. ويقال له: هل لا تعلمت؟ هذه هي موازين الدولة الإسلامية والتي نترقبها على 1,000,000,000 مسلم. نمير يحكم وسادات يحكم واللصوص بالدبابات جاول الحكم كصدام وما أشبه يحكم والوراثة تحكم. أين في الإسلام الوراثة؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذا مات ابن العم، ابن العم يأتي مكانه. لماذا؟ إذا مات الولد، الولد يأتي مكانه. فأين ظهر الإسلام؟ أليس هذه من أحكام الإسلام؟ ومن أشرف أحكام الإسلام؟ كلها يجب أن تسقط وتسقط إذا آمنا بهذه الآية. إذا آمنا بهذه الآية أجهى أساطيل، خلتكم أجهى أساطيل. الله يقول: فمثل العنكبوت اتخذت بيتا، يعني ريقان في منطقة الإسلام عنكبوت اتخذت بيت لا أكثر ولا أقل، وبرجنات في منطقة الإسلام عنكبوت اتخذت بيت لا أكثر ولا أقل. إذا نؤمن بهذه الآية إلا أن نخرجها من القرآن الحكيم لا تكون آية. سادات في أواخر أيامه قال: أخرجوا آيات ضد إسرائيل عن القرآن. شفت شلون كان عنكبوت؟ شفت الذكر شلون كان عنكبوت؟ اتخذت بيتا، وإن أوحن البيوت لبيت العنكبوت. وراثة لكم الإسلام، حكم وراثي طاير، مجتهد وراثي طاير، مهندس وراثي طاير، طبيب وراثي طاير،
بالحكم اللي سيطر على كل شيء على وراثتي. هذا بالدبابة، طبيب الدبابة صاير، مهندس الدبابة صاير، مرجع الدبابة صاير، خطيب الدبابة صاير، الحكم بالدبابة. هذا حكم بالدبابة هاي تشتي. ملء السجون، قتل الأبرياء، نصب المشانق، نهب ثروات، عمال الأجنبي، هاي تشتي. 1,000,000,000 مبرع، وأربع يهود يعربدون 50 سنة في إسرائيل، وبيجلوا رجاله مشروع فهد وما أحمقه من فهد. مشروع فهد شنو؟ هو نفس مشروع موشي ديان وكارتر وكام دول. مشروع فهد ومشروع فهد ومشروع فهد خلافات خلقوت. مشروع كارتر، مشروع رجال الذين أعرضوا عن الله على جزاؤهم. إن شاء الله لا نعرض عن الله وسنرى الجزاء. هذا هو الفصل الثاني. ومن أصدق من الله قيلا، أكو أصدق من الله؟ الإمام أمير المؤمنين قال لعمرو بن عبد داود: إن قتلتك ذهبت إلى الجنة وذهبت إلى النار، وإن قتلتني ذهبت إلى الجنة وذهبت إلى النار. قال تلك إذن قسمة ضيزة، أنت على أي حال في الجنة وأنا على أي حال في النار؟ قال نعم، نحن نمشي على هذه المبادئ، إن قتلنا فنحن إلى الجنة وهم إلى النار، وإن قتلنا فنحن إلى الجنة وهم إلى النار. هذا اعتقادهم. عاشوراء يعني شنو؟ عاشوراء يعني هذا المعنى، لا أكثر ولا أقل. الذي لا يريد هذا المعنى لا يفهم عاشوراء. فلسفة الإمام الحسين عاشوراء. الإمام الحسين ما رأيت مكتورا قد قتل ولده وإخوته كالحسين يتعلل وجهه إشراقا كلما مر عليه شيء، لأنه يعلم أنه وفى. أنت إذا سويت عملية جراحية صعبة بلا تخدير تبكي، تلطم، تتأذى، يسكر وجهك، لكن أنت فرحان لأن تدري أنت من العملية خرجت ناجحة، وأنت تقدم على العملية الجراحية. الإمام الحسين هذا كان يعلم، الإمام أمير المؤمنين هذا كان يعلم. فزت ورب الكعبة، أديت الأمانة ففزت. هذا هو الفصل الثاني في متحفنا هيكل الدولة الإسلامية المترقبة، والتي نقيمها إن شاء الله بإذن الله، ونتمكن من إقامتها بحول الله. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. نأتي إلى الفصل الثالث من المبحث. الفصل الثالث: ما هي المؤهلات التي نوفرها في أنفسنا حتى نتمكن من هذا الشيء؟ كيف أكون طبيب؟ أدرس 18 سنة تكون طبيب. كيف أكون مهندس؟ أدرس 20 سنة تكون مهندس. كيف أكون مرجع تقليد؟ أدرس فرق 50 سنة وأنت عادل نزيه تكون مرجع. كيف أكون خطيب؟ أدرس فرق 10 سنوات 15 سنة وأنت نزيه تكون خطيب. كيف نتمكن نحن أن الله تعالى يمنحنا هذه الأهلية؟ يعني هاي أمانة، أمانة الله تعالى ملوثق له كل إنسان. كيف نتمكن من أن نقيم هذه الدولة التي هي مرضية لله سبحانه وتعالى؟ الله سبحانه وتعالى كيف يمنحنا هذه الدولة؟ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. كيف ننجز وعد الله؟ صفات نفسية لازم فيني، لازم نجعل من أنفسنا مؤهلين لهذا الشيء ولهذه الكرامة ولهذه المنحة الإلهية. المؤهل الأول أن نكون دائما في ذكر الله تعالى، يعني العمل لله، دائما متوكلين على الله، دائما ننظر إلى الله، نطلب العون من الله. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ الله. دائما مربوطين بالله. ومن يتق الله، يتق الله، يخاف الله، يعمل بأوامر الله، يترك نواهي الله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا
ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. الله حسبه يعني يكفيه. فالأول أن نملأ قلوبنا من محبة الله، من الإيمان بالله، من التوكل على الله، من السير في سبيل الله، حتى نكون مؤهل. كان الطلب للعلوم الدينية يجي يصير طالب مصر طالب، يصير طلب مصر طالب، يصير طلب مصر طالب. راح إلى فرد رجل عالم اسمه وكيع، قال يا وكيع لماذا يعني كل ما أدرس ما أصير عالم؟ نغمه في بيت، شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وعلله بأن العلم فضل وفضل الله لا يؤتى لعاصي. الحكومة الإسلامية ذات 1,000,000,000 مسلم مو فضل؟ وهل يعطيه الله للخمارين والزمارين والقمارين؟ هل يعطيه الله لهؤلاء الذين يدعون 1,000 شكل ادعاء شيوعيين وبعثيين وقوميين وديمقراطيين غربيين؟ الله لا يعطيهم، طبيعي مو في طريق الله تعالى. انا قلت لاحد الاخوه من السفراء الفلسطينيين زارني في وقت ما هنا، قلت له انتم دعوتوا بالقوميه العربيه 50 سنه، تعالوا ادعوا بالاسلاميه 5 سنوات وجربوا، جربوا شوفوا يصيروا منكم. لماذا القومية العربية؟ لماذا القومية الفارسية؟ لماذا القومية التركية التورانية؟ لماذا القومية الهندية السنسكريتية؟ لماذا القومية الأفغانية البشتو؟ تعال ندعو إلى الإسلام، ندعو إلى الله، ندعو إلى أنبياء الله. قومية العربية، قومية الفارسية، قومية الهندية، نطبق أوامر أعداء الله ثم نريد المنحة من الله. هذا مو معقول. الاعتماد على الله والتوكل على الله، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الزهد في الدنيا، إن الله يكره الدنيا. أصغر ابن الباقي يقول كنت مع علي عليه الصلاة والسلام، صلى صلاة الليل ثم صلاة الصبح، ثم جلس يتلو القرآن إلى أول الشمس، ثم بعد ذلك أخذ شيئا من الأكل القليل ويدور في الأسواق ينصح الناس ويرشدهم ويهديهم، وهو رئيس على 50 دولة إسلامية حسب التخطيط اليومي مال هذا اليوم، ولا دولة واحدة كانت للإسلام، ودولة واحدة إلى الآن للإسلام، وإنما هذه خرابيط أدخلوها في الدولة الإسلامية كذبا وزورا. يقول ثم قضى بين الناس في مسجد الكوفة إلى الظهر، صلى صلاة الظهر، صلى صلاة العصر، ركضة خفيفة جدا، ثم أخذ ينفق الناس، يصعد المنبر إلى الليل وإلى ساعة متأخرة من الليل. علي أمير المؤمنين يقول ثم ذهبنا إلى الدار، نحن نمنا في ساحة الدار، والإمام قاعد في غرفة درج، الإمام راح هناك ينام. كان الإمام هم وحده ظاهر هذا الحديث، في ميت مكة يقف عدل منحني ينزل ويأخذ الحائط بيده حتى لا يقع، ويقرأ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. يقول أشفقت على الإمام، إمام إنسان شايب شيخ طاعن في السن، لحيته كلها بيضاء، أكله قليل، نومه قليل، عمله كثير، هو رئيس دولة إسلامية واسعة النطاق، ظننت أن الإمام يريد حاجة. كقم قلت يا أمير المؤمنين هل تريد حاجة؟ قال لا. قال ماذا قمت يا أمير المؤمنين؟ قال أصلي صلاة الليل. يا أمير المؤمنين من نمت أنت؟ قال يا أصبغ لو نمت الليل ضيعت نفسي، ولو نمت النهار ضيعت رعيتي. فأخذ يتوضأ، وما كان الإمام يتمكن يستقيم، لأن الإنسان اللي هواي غالب عليه النوم ما يتمكن يمشي عدل، كلكم تعلمون هذا الشيء، ولهذا كان يمشي منحني ويتكي على الحائط حتى لا يقع. الزهد في الدنيا، الله لا يحب الدنيا، يحب الآخرة، والذين آمنوا أشد حبا لله، لا نعيد للدنيا أهمية، مو المطرح ماذا نأكل، ماذا نشرب، كيف نسكن، أي لباس نلبس، إذن مو مطرح. الزهد في الدنيا، عدم الاعتناء بالدنيا،
إذا ما اعتنينا بالدنيا الله يعطينا الدنيا. هذا أخلاق رئيس البعثيين يقول كلمة في بعض كتبه والكلمة صحيحة. وعيسى المسيح عليه الصلاة والسلام يقول خذ الحكمة من أي شخص. يقول أخلاق في كتابه لما كان المسلمون ينظرون إلى السماء أخذ الأرض. ولما صارت نظرتهم إلى الأرض فاتتهم السماء والأرض. كلمة حكم خرجت من لسان باطن. لما كنا ننظر إلى السماء، ننظر إلى الله، ننظر إلى قوانين الله، نتزهد في الدنيا، كنا مخذين الأرض. وحررنا عباد الله من عبادة غير الله إلى عبادة الله. لكن لما صار سيارتي، داري، زوجتي، زوجي، سوء أخلاق، تسرقة، عرشة، كل هالأشياء فهو أخي عن الرق. فكر في الله، فكر في تنفيذ أوامر الله، لا تفكر في طعامك وشرابك وملبسك وهذه الأشياء. إذن بمقدار الضرورة لازم، مقدار الضرورة. الراوي يقول ذهبت مع الإمام أمير المؤمنين فاشترى ثوبا من السوق بقصة ألخصها. فشرة ثوب من السوق، فرد إيد طويلة ردان، وفرد ردان ثانية طويلة. يقول وصل إلى خياط، قال قص هذا الردان، فقصه الردان الطويلة أحد الردانين. الخياط قال يا أمير المؤمنين دع حتى أخيطه. قال الوقت أسرع من هذا. قال زين الثاني يا أمير المؤمنين، قال الثاني لحمل المأكول للعيال. أشيل في إرداني قاعدة العرب أشيلها. الوقت أسرع من هذا. وأخذ ذاك تلك القطعة الزائدة فوصل في الطريق إلى إنسان ما عندك لوى جعله على رأسه يغطيه. إذا صرنا كعليا كالرسول كالحسين نتقب. لأن هذا سبيل التقب. إذا مشيت من هنا هذا سبيل طهران، أما من هنا مو سبيل طهران. شو تبيه؟ الزهد في الدنيا، عدم الاعتناء بالدنيا. إن الدنيا لا تسوى عند الله جناح بعوضة في الحديث. أما الزوالي، أما زوجة كذا، أما شنو المهر، أما شنو الأكل، أما كيف ننام، أما شلون البطانية، إذن الأشياء تؤخرنا عن الدنيا كما أخرتنا وتؤخرنا عن الآخرة. نوفر هذه الصفة في أنفسنا، صفة الزهد في الدنيا. هذا الشيء الثاني، الصفات التي نوفرها في أنفسنا صفة ارتباط بالله الدائم. الصفة الثانية الزهد في الدنيا وعدم الاعتبار بها وعدم جعل القيمة لها. ما الصفة الثانية؟ الصفة الثالثة نحيي حقيقة الأخوة الإسلامية. كلنا نقول احنا اخوة، لكن هل احنا اخوة واقعا؟ نحيي الاخوة الاسلامية. الجيش الذي جاء لفتح ايران، الجيش الاسلامي، رستم القائد الفارس المشهور، هذا قال جيب احدهم حتى انا اشوفه رسول من قبل القائد الاسلامي. جاءوا بامر ردعي، قصة طويلة عريضة وكلها عبر وكلها تدل على لماذا تقدموا على الامبراطورية الفارسية ذلك اليوم اللي كانت مثل الامبراطورية الروسية مثل اليوم. جاءوا برجل عامر، شافوا انه ملتحف راجع التاريخ يا اخوة حتى تعتبروا، شافوا انه جعل على ظهره جل بعير، جل رسول جاي من قبل القائد الإسلامي والخليفة يريد يواجه القائد الفارسي في جبهة الحرب. شافوا مخلي على كتفه عوض الإزار والرداء جل بعير مندرس، مو جل بعير جديد خلق. لما دخل الخيمة بتلك الأبهة والعظمة والجلال التي كانت يزعمون أنها لهم الفرس المجوس ذلك اليوم، لما دخل الخيمة جمع الفراش الزولية وجلس. في كلام طويل وقصة طويلة وكلها عبر.
قال يا عامر لماذا فعلت هذا الفعل؟ قال لأن إخوتي في الصحراء جالسين على التراب. لنفهم الأخوة الإسلامية يعني شنو. طلع كلمات أخرى لما ذهب رستم قال لجماعتي هؤلاء يغلبون، هؤلاء يغلبون، لتشوفوهم أقل عددا وما عندهم عدة، شوفوا نفسيتهم يغلبون هؤلاء، وغلب. قال لأن إخوتي في الصحراء يعني الجيش ما مو جالسين على الفراش، جالسين على الأرض اقتداء بهم. أنا أريد أسوي نحيي الأخوة الإسلامية. ترد واحد من أصدقائنا قبل 5-6 سنوات وأنا في الكويت، هذول الأوغنديين أخرجهم أيدي أمين، أيدي أمين من عمال الاستعمار، كان من عمال بريطانيا، أخرج الشيعة أيضا، هذول كانوا شيعة مثل ما صدام اللي عامل لإسرائيل وبريطانيا وأمريكا، أخرج الشيعة أيضا. فأيدي أمين أخرجهم، جماعة منهم راحوا إلى سان فرانسيسكو في أمريكا، أظن سان فرانسيسكو. هذول بنوا هناك حسينية وأقاموا مجالس العزاء هناك في محرم على عدد الشيعة في كل مكان وزمان. أحد أصدقائهم نقل لي هذا في الكويت وهو من الأوغنديين أيضا، يقول في ليلة 9 من المحرم حسينية عندنا وكل ليلة نطعم إطعام العادة، أظن أن نفرض حسينية الكبرى لنفرض. قال في ليلة 9 من المحرم جاءنا من الصدف الزنجي أسود، يقول جاء هذا الزنجي وسمع الخطاب، لكن كلنا نحن أوغنديين الشيعة المخرجين من أوغندا ظلما وجورا بسبب البريطانيين على أيدي أيدي أمين، والذي كان أيضا عنكبوت أيضا وسقطت تلك العنكبوت أيضا من أوغندا. يقول أنه في ليلة الغد يعني في ليلة العاشوراء أخذ جماعتنا فرد 500-400 ايه يا بنين، شوف يوم الزنوج السود 1-2-10-100-1000 امتلأت الساحة والشارع، شي غريب ما يقارب نفس 1000 زنجي اجوا. يقول احنا خفنا منه، شنو هذا اللي يردوا؟ واحد سأل منهم انتوا باي مناسبة جايين؟ قالوا جايين لقراية. قراية ما؟ قراية الحسين. شنو دينكم؟ احنا وطنيين. يتنوين يطمون الحسين. يقولوا تعجبنا، شايف يا نطيهم ما يشوى نطيهم. قلنا لهم زين من ارشدكم الى ان هنا مجلس الحسين؟ قالوا ذاك الزنجي اللي باحد الليل اجي. من هو؟ قال الزنجي من الزنوج السود. قالوا هذا الرجل هو. قلنا له عم يتبع ارشدك هؤلاء ان يأتوا. قال ايش عجبك باحجة؟ قال عم تشوف هالشكل بالتطرق شو بدنا مجلس وقلت ادخل ما ادري شنو. قلت له لماذا ارشدت هؤلاء ان ياتوا الى هنا؟ قال ها هاي الكلمة. قال لاني رايت دينكم هو الذي ينقذنا نحن الزنوج من ايد الامريكيين. من اين رايت هذا الشيء؟ قال خطيبكم بارحة طرح حول الحسين وقال ان الحسين امام للمسلمين وشخصية، وأنه مات وقتل عبد زنجي له فوضع خده على خده. بعدين قرأ أن علي الأكبر ولد هذا الخليفة والقائد والإمام لما مات أيضا وضع وجهه الحسين على وجه ولدي علي الأكبر. تبين في دينكم ماكو تفرقة عنصرية، فهذا هو الدين الذي يتمكن أن ينقذنا من جوع الأمريكيين. لهذا أنا قلت لهم أن الدين هؤلاء يتمكن فتفضلوا فجاءوا وأسلموا. هاي القصة الإمام الحسين قد نقرأها نحن، لكن قراءة عابرة. وقصة هذا الزنجي قد نسمعها، لكن سماع عابر. الحقيقة الأخوة الإسلامية الواقعية هي التي جاءت بالمسلمين الى الوجود. كنتم خير امة اخرجت للناس. لماذا خير امة؟ في معانيهم السامية. سيطر على نفسك تسيطر على الاخرين. اذا سيطرت على نفسك تتمكن ان تسيطر على الاخرين. اذا كنت صدوقا قل للناس اصدقوا. اذا كنت اخا قل للناس كونوا اخوة.
أما الراديو تقول إحنا إخوة، ثم إنه في الكويت ونحن كنا في يوم واحد مع 1000 إنسان يأخذونهم من الشارع ويضربوهم بالسيارات وإلى اللنشات، أخرج بره، هذا كذب أخوتهم في إذاعتهم ليتبين على أنه هؤلاء هم الذين تمكن أمريكا من استعدادهم. أخوته هو صحيح، إذا أخوتك صحيح لا فرق بين عربيا وعجمي وهنديا وتركيا إلا بالتقوى. المعنى الذي نوفرها في أنفسنا أيضا الأخوة الإسلامية، أخوة حقيقية، الأخوة بالمال، الأخوة بالخدمة، الأخوة بالتثقيف، الأخوة بالعمل. الإمام أمير المؤمنين قال للإمام الحسن وهو يعلمنا، قال يا بني اجعل نفسك ميزانا بينك وبين غيرك فأحب لغيرك ما تحب لنفسك. هل نحن هكذا حقيقة؟ نكون إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمنحنا دولة إسلامية كريمة ذات 1,000,000,000 مسلم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا نحن من الدعاة لهذه الدولة. الإمام الصادق قال الخير يكون أن تكون من أهله، صدقوا أن الدولة الإسلامية تقام لأن الله لا يترك دينه، لكن لنكن نحن الذين تشرفنا بهذه الشرافة ونحن الذين وفقنا لهذا التوفيق. قتل مع الإمام الحسين جماعة، لكن كل إنسان وفق لهذا الشيء جماعة قليلة وفقه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسقط صدام، وأن يسقط ببر الكرمل، وأن يسقط بيجن، وأن يسقط ريجان، وأن يسقط برجنيف، وأن يمنحنا دولة إسلامية واحدة ذات 1,000,000,000 مسلم، وأن نكون نحن من قادة هذا الدين، واجعلنا للمتقين إماما، أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.